طيب خليني ارد على حضرتك. هي الفكره المحاضره بتاعت النهارده ان احنا بنتكلم عن استراتيجيات ممتعه للطالب. الفكره ازاي تمام انت تخلي الطالب مشدود، وازاي انت تخلي الطالب معاك، وازاي تخلي الطالب مركز معاك من تمام كل جوارحه، وازاي تخلي الطالب دوت لو انت مش قدامه حتى هو عاوز يدخل وعاوز يحط شغل باسمه، واسمه يكون ظاهر لزمايله قد ايه هو اشتغل وقد ايه هو تعب. وديت حاجات، دي حاجات بتبقى محفزه جدا للطلبه. يعني إذا كانت حضرتك هي محفزة طالب يشارك، يعني طالب يشارك يعني الفكرة. طبعا طبعا. ما هي احنا مش احنا قلنا من الأول إن فكرة التعليم الإلكتروني مش إن أنا أحط محتوى وخلاص. التعليم الإلكتروني مشاركة نشطة، مشاركة نشطة إزاي؟ زي المحتوى ما احنا بنعمل كده، مش بحط محتوى وخلاص. ما أنا ممكن أحط المحتوى ولا أبعت لهم فيديو زي ما حضرتك بتقول كده. ما أنا احنا عندنا قناة على فكرة. هل القناة ديت تعليم إلكتروني؟ لا، القناة ديت محتوى. زي ما في حد منكم صحح لي وقال لي ايه، قال لي مصادر، قال لي انت ايوه ايوه حطيتي كده، انت حطيتي مصدر، انما ما حطيتيش ايه، ما عملتيش عملية التعليم. ايه هي عملية التعليم يا جماعة؟ ان انا بأثر في اللي قدامي وبشوف ردود افعاله كمان، يعني عملية متبادلة فيها فعل ورد مشاركة. فعل. انما فيها مشاركة. تمام اكيد اكيد بالظبط على كل بالظبط. اللي ربنا يسهل بقى ايه، ويعني نستفيد من حضرتك برضو في الموضوع ده، بحيث ان احنا ايه يعني العمليه تعدي على خير وربنا يعديها على خير بقى ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله إن شاء الله ربنا يعديها على خير، إن شاء الله تعدي إن شاء الله. شكرا شكرا يا فندم. علينا كلنا إن شاء الله. ان شاء الله. طيب في أسئلة على الشات أنا مش شايفاها يا مدام نجلاء بعد إذنك؟ لا، هما بيشكروا حضرتك، أنا بشوف أهو بيشكروا حضرتك. وإيه تاني نشوف كده؟ بس هو يعني لو في حاجة، هي شكر آخر حاجة، شكرا محاضرة جميلة لحضرتك، وفعلا ألف شكر وجزاك الله كل خير. زي ما انا اسفه، انا سهرتكم فعلا، وانا يعني حاسه ان انا تعبتكم جدا جدا. ده في سؤال هو لا يا فندم، استفدنا كتير من حضرتك، استفدنا كتير والله. ده عهدنا بابراهيم على الرفاعي راسي، دايما. اي يا مس نوره، ده عهدنا بابراهيم الرفاعي دايما ان احنا معلش انا اسفه. استاذه رندا تسلم ايديكي وعينيكي، انت عملتي حائط جميل، ميرسي قوي ليكي، شكرا على انك جربتي. وفي استاذه تاني، في حد تاني جرب يا جماعه وحط الول. أستاذة هالة، شكرا يا أستاذة هالة على إنك جربتي، شكرا 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 لكل اللي جرب، وشكرا لكل اللي دخل وعمل تفاعل معانا، شكرا، متشكرة جدا جدا. الناس تفاعل بتشكر، حلو قوي قوي قوي، وحلو كأني قاعدة معاكم بالظبط، أنا متشكرة ألف ليك. شكر ألف شكر. لا تمام، تقدروا كله تخرجوا بتشكر بقى، ميرسي. دوسوا على السماعة الحمراء، تبقوا بره التيمز. شرفتوني ونورتوني، وهبعت لكم حالا على